لبنانك بشكل عام انه ما بدنا مجرمين حرب يحكموا لبنان. بكفي بقى. اسقاط هيدا النظام الطائفي اللي عايش على الطائفية وعلى المحافظة، وبدنا انتخابات جديدة من أول جديد منها برعاية الدولة. بدنا دولة من برا تجي تنظم هيدا الانتخابات حتتأكد انه هيدا الانتخابات حتكون نزيهة 100%. الخطر بحد ذاته نحن البلد اللي عايشين فيه، شو بعد في خطر أكتر من هيك؟ ما بعد في شي خطر. من بعد الولد بقولوا ما في شي أغلى من الولد، في البلد أغلى من الولد. الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط. ليردوا المصاري يلي سرقوهم، تغيير النظام ما بفيد، بدهم يرجعوا هن ذاتهم وبصورة تانية. إذا ما ردوا المصاري اللي سرقوهم بدنا نضلنا بنفس الحالة، ما في شيء إلا ليردوا المصاري اللي سرقوهم.